يوسف المساكني، كره للترجي الرياضي التونسي. يوسف المساكني، وجدي بوعزي، وجدي بوعزي، وضعيه للتسجيل وجدي بوعزي، وهدف التعادل. هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي، اكيد بعد كره وصلت كما يلزم في مناطق جزاء فريق بريكاما. تمكن وجدي بوعزي في الزاويه المقابله من مغادرة الحارس بوبكر سويون. التعديل هدف مقابل هدف بعد كره خرجت كما يلزم من اقدام يوسف المساكني، والتصويبه والهدف الثاني في مجموع اللقاءين لقائد الترجي الرياضي التونسي وجدي بوعزي بامتياز رغم المحاوله من الحارس بوبكر سويونغ. اذا هدف مقابل هدف وهدف في وقت مناسب لبطل افريقيا، وهذه اصعب فرصه يعني لو شفنا